إلى اللقاء. وقف، وين ورقة الإخلاق؟ والله نسيت. تعرف الواحد على العادة بحس إن السجن بيته، بقى الواحد ما أحلاه كل ما بده يطلع من بيته يقدم ورقة إخلاق لمرته. يا حبيبي تفضل. أرجيني الختم لشوف. مختوم. شو هذا الختم الثاني؟ هذا من الإخلاق الماضي. شو ما بتتحمم من الإخلاق للإخلاق؟ مشان ما روح الذكرى. شو شافك عم تدقق بالورقة كتير؟ شو ما عرفتني؟ هم معروف. يلا يعزك، لكن ليش عم تبحلق بالورقة كتير؟ إذا كانت نظامية ولا مزورة؟ حدا بيزور ورقة ليطلع من الحبس، الواحد بيزور ورقة لحتى يفوت ويرتاح، مو يطلع. ومع ذلك بدنا ندققها. وينك؟ راح عدل الخمسة، إذا ما خلصت التدقيق بالورقة راح أرجع على الحبس. 1 2 5 تعال أخلاق. شو حكينا من الأول؟ حاكم أنا فوت بطيبي على الحبس وبطلع دفش. أمسك. هات فوش. وينك؟ بخير عينك، لا سكر الباب، خلي الباب مشقوق شوي، شنو أنا كام يوم وراجع، إذا الله دخيل اسمه ما خجلني. وينك؟ أمر مو جنرال. في واحد اسمه تحسين بيك عم يستناك بسيارته. ومنين اشترى البكوية؟ أهلين 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 بحبيبي وأخي أبو عنتر. أهلين أخي تحسين، أهلين وسهلين. صر لي حصة عم استناك. وليش معذب حالك؟ مشان واجبك أخي أبو عنتر. هلأ أنت شو مفكر يعني؟ واجبك قليل؟ بس مالك بالعادة؟ هدول هن كل اغراضك؟ لا، هدول وعتين للغسيل، الانضاف تركتهم جوا مشان الرجعة. ما بقى في رجعة بنوب. هات لك هات وطلع معي بالسيارة. لا ارجع لكم. طلع طلع طلع. لحظة شوي، شو عم تشتغل؟ شوفير تاكسي؟ لك لا يا ابو عنتر، شوفير تاكسي؟ تعال تناولي على هالنمرة لشوف. تعال تناولي عليها لشوف. ها شو طلع معك؟ خصوصي ولا عمومي؟ اتناوقت وطلعت خصوصي. شفت كيف؟ طلع معي، طلع طلع عندي. طلع. صار لي مدة شارية حلفت ما اركبها حتى تطلع انت من السجن، حتى تدشنا اول واحد. الله يعزك يا تحسين، قد مالك معزوز واكثر يعني دبل. والايد يا ابو عنتر اصبح مصبوط مثل ما قال لي الشرطي. شو قال لك شرطي؟ قال لي في بيك برا عم يستناك. ايه 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 انا تحسين بيك انا. ها ومنين جبتها هي تحسين بيك؟ من سوق السيارات. قصدي من لك. من عرق جبيني. بعدين ابو عنتر هي فول أبشين. ها فول أبشين، يا عيني عليك جبتها، فول أبشين مع صحن تسقية وبصلي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.